لو حضرتك يعني انا عارف ان مشوارك حتى التدريبي كله تحديات وكله مشوار صعب وبتحقق فيه نجاحات. يعني انا فاكر وانا عارف ان حضرتك يوم ما طلبت صالح جمعه وانت كان عندك ماتش وقلت لي ايه لا الاولمبياد اهم وطالما الفريق يعني فانت كمان بتضحي وفي نفس الوقت انت بتوسع قاعده الاختيارات وما يشار اليه لحضرتك كمان انك بتلف المحافظات. يعني خلينا نتكلم بكل امانه من المدربين القليلين او المنتخبات الناس بتروح تتفرج على ماتشين ثلاثه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيره لكن كمان دوت يعني انت حضرتك مميز فيه جدا لكن يعني ان شاء الله باذن الله تطمنا على منتخب الشباب ان شاء الله باذن الله في خلال الفتره اللي جايه ان احنا دي التصفيات المؤهله لامم افريقيا 21 في بريطانيا.